حاجه تشرف. ده عنوان بدايه مشوار رحله الاهلي في كاس العالم للانديه، ويفضل الاهلي الحقيقه واحد من اهم مصادر السعاده واهم مصادر الاحساس بالفخر عند الاهلاويه بشكل خاص والمصريين بشكل عام. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه بدايه المشوار. النهارده طبعا هنتابع اولى ايام نادي الاهلي في مونديال كاس العالم بعد وصوله بالامس، اللحظات اللي رجعتنا لذكريات حلوه كتير جدا وتابعها كل المصريين الحقيقه. يفضل الاهلي حاجه محترمه برموزه اللي بنتعلم منهم، بتاريخه اللي حافظينه سطر سطر، ببطولاته وبانجازاته، بنجومه اللي بيمتعونا دايما، لكن تفضل احلى حاجه مرتبطه بالنادي الاهلي هي جمهوره العظيم، جمهوره الحقيقه اللي استقبل فرقتنا امبارح ونجومنا احسن استقبال في كاس العالم للانديه. الحقيقه يمكن بدايه مشوار هنتابعه يوم بعد يوم مع حضراتكم، ننقل لحضراتكم الصوره بشكل كامل، نطمن على فرقتنا وعلى كل الخطوات اللي بياخدها مستر موسيماني مع نجوم النادي الاهلي عشان يستعدوا للانطلاقه اللي ان شاء الله باذن الله تكون موفقه امام دحيل القطري. مساء الخير على حضراتكم واهلا وسهلا بيكم في السادسه، ومساء الخير يا ساره. مساء الخير عليك يا احمد، ومساء الخير على حضراتكم، وحلقه جديده من السادسه. وزي ما احمد قال احنا مع حضراتكم لحظه بلحظه، اخبار طبعا بعثه فريق النادي الاهلي هتكون مع حضراتكم، وهنقول لكم كل الاخبار لاننا الحقيقه بنعيش وبنوثق لحظات تاريخيه، لان احنا في كاس العالم للانديه في المونديال بطوله الكبار. النادي الاهلي ممثل القاره الافريقيه وممثل طبعا الكره المصريه في بطولة كاس العالم للأندية، بطولة ما بيبقاش فيها غير الكبار زي ما قلت، كل أبطال القارات موجودين، وطبعا يعني ظهور مشرف وإن احنا نكون في بطولة زي دي حاجة كبيرة قوي، وحاجة كل أهلاوي كان بيتمناها من مشوار دوري أبطال أفريقيا طبعا. وشايفين قد إيه الحقيقة الدعم اللي واصل من جماهير النادي الأهلي لفرقتنا، سواء دعم جماهير الأهلي في مصر المحتلين السوشيال ميديا وتويتر بسبعة هاشتاج امبارح معاك يا أهلي ويلا يا أهلي وأبطالنا في المونديال، وواصل قد إيه للعيبة والجهاز الفني هناك حضراتكم قد إيه في ظهر الفريق طبعا. وكمان جمهور الأهلي اللي استقبل البعثة وشفنا صور ومشاهد ولا أروع، تدي اللعيبة دفعة مهمة جدا في بداية مشوار. بنتمنى أن احنا إن شاء الله نشوف النادي الأهلي هو بينجح نجاح كبير في كأس العالم للأندية.